السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد. قبل لا نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك. طبعا يا جماعة الخير حنا متواجدين في البوليفارد في مقر فالكونز، فالآن بحط لكم تذاكر تحت، خلونا نشوفكم بعد قلب المقطع. ما في ضحك لأنه المقطع المحقق رائد. الجزء الثاني في مدير هنا مكان هذا الفالكونز، الآن بيكم طلعونا من تحت الأرض وجوا المكتب. المكتبي الآن يعطيكم العافية. الموضوع كيف حالك استاذ مساعد؟ يا هلا. طيب ان شاء الله. ليش تخلي الناس تجيبني؟ لانك شخصيه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب معك المحقق رائد، مو بخويكم رائد القديم، لا لا لا، محقق اسالك سؤال تجاوب. طيب ما تجاوب طبعا التصويت ما في اي كت واحد مستحيل يكون. ما تجاوب تعطي الجمهور هدايا على حسب، $500 $200 اللي ابي انا. ممتاز؟ ممتاز. جاهز السؤال الاول؟ جاهز. طيب مساعد كلنا نعرف شخصيتك، ليش انت تتصنع شخصية باليوتيوب؟ جاوبني بكل صراحة. تفضل. نجاوب طيب على نفسك. ليش تتصنع باليوتيوب؟ ليش مساعد ما يطلع شخصيته الصدقية اللي أنا أعرفها والشباب يعرفونها؟ ليش؟ تفضل. مين يختار لك السؤال؟ ما ندري، هذه الأسئلة عندي أنا. طيب هذا ما يتطلبه المتابعين. حلو. في شخصية لازم أنك تكون تطلع فيها، أن هذا ما يتطلبه المتابعين اللي نظروا. بس أتوقع ترى بعض يعني من الفيديوهات صراحة مو بكلها، يعني أغلب ما لها فيديوهات فيفا. حلو، ممتاز. طيب في صانع محتوى جديد بيدخل، أنا سمعت في صانع محتوى جديد بيدخل الجمهور ما يدري. فأودي أعلمهم الآن، وضح لي أكثر. أنا ما ودي أقول لك اذكر الاسم ولا بيذكر الاسم أنا الآن. لو ما جاوبت إذا ما جاوبت تعطي الهدايا المتابعين $1,500 $1,500 وكلها ستور. تفضل. معي التسليم بعد صعب. طيب بجاوبك. يعني في صانع محتوى بيدخل ولا لا؟ في صانع محتوى. ممتاز. وضح لي من شخصيته، وضح لي من أرقامه. اللي بقول لك اياه بقول لك شيء، يعني أنا أعطيتك جواب إنه في شخص بيدخل. شيء ثاني، سبسكرايبرز عنده أقل من 1,000,000. حلو. يعني في واحد جديد بيدخل فالكونز معنا، في صانع محتوى جديد بيدخل فالكونز عدد سبسكرايبرز عنده أقل من 1,000,000. ممتاز. طيب ودي لا، أنا أعطيتك ثنتين، أنت سألتني سؤال واحد جاوب جوابين. أنا يعني أتمنى تأخذها بحسن النية يا أخوي المحقق. ممتاز. طيب هل هو يضحك ولا ما يضحك؟ بدي أعرف. أنا أتوقع أنك بتصير معاه الدو. لا، أنتوا بتصيرون تريو. أوه ممتاز. حلوين يعني. طيب هل هو ضرنط ولا نحيف؟ ما نقدر نوضح. ممتاز، ما عندي مشكلة. طيب بما أنك أنت الفاوندر، أنت المدير الرئيس، نحترمك كلنا سواء أنا محقق ولا غير محقق. طيب الآن أنا عندي 1,300,000 مشترك الحمد لله، توني داخل 1,300,000 مشترك. ممتاز. أي نعم. وباقي شهر ينتهي موسم الجيمرز. لو جبت 300,000 مشترك زيادة في شهر واحد، وش ممكن تعطي؟ 300,000 في شهر واحد؟ 300,000 في شهر واحد هذا شيء. يعني كل 10 أيام 100,000 مشترك. وش تعطيني؟ والجمهور يشهد. الجمهور يشهد. ها؟ وش لي؟ لك بعد الموسم رحلة تسافر فيها تصنع محتوى هناك. ومحفول مكفول. محمول مكفول أكيد. طيران بزنس.
اركب قدام نفس لبسي هذا بزنس. نفس لبسك ما اتوقع يدخل. اي لا لا هذا مو نفس لبسي غيره. بزنس بزنس والله بزنس. انا ما اقدر اقول شيء لكن مساعد يا جماعه الخير ما يدري باللي عندي. يا جماعه اشتركوا الان وخلوني اسافر والله لا اصبر. الله يعطيك العافيه مساعد ما قصرت. شكرا لك. شكرا لك يا حبيبنا. بشوف شخص ثاني ما قصرت والله. شكرا. حياك الله صالح كيف حالك؟ معلش مداخله تفضل. انا ما اعرف وش الفكره. ايه بس اذا في سؤال انا ما ابغاه اتمنى ما يندك. ممتاز. طيب بقول شيء. التصوير هذا زي اللايف ما في كت تزعل بتمد يدك. اذا في سؤال انا ما يرضيني ما يرضيك. انت طبعا صح صح صادق صح. اتوقع بقول شيء ان شاء الله ما يرضيك ان شاء الله كل شيء يرضيك باذن الله. خلص. لكن خليك صريح معي. انا صريح. خليك جريء شوي. ازهلني. طيب ممتاز. صالح ليش ما تصور مقاطع جماعية؟ هل صالح يخاف انه تطيح قناته لان مشاهداته تقل اذا صور مقاطع جماعية؟ وبنفس الوقت هل انت غموض مو اجتماعي بس محاكي وعلى بي سي يلا بي سي بي سي بي سي بس وانت اجتماعي عشان كذا ولا هل هو سبب؟ انا ما ادري اذا الفكرة هذه انت فقط ماخذها ولا في اكثر من شخص يفكرون بنفس الشيء. لا 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 لا, لا. انا ما اتكلم بلساني. انا في اكثر من شخص يشوف انه صالح اللي يتابع قناتك ويتابع صالح يحس انك مو اجتماعي وش ساعه على البي سي وش ساعه كذا مو في يعني. طيب فهمت. انا ما اتكلم ولا كلامك ما اتكلم ان اللي يجونك جيت اللي يجون جيت هاي بالعكس كانوا يشوفون صالح اللي انا اعرفه. لكن في بعض الجمهور بس قصدك وراء الكاميرا مثلا في بعض الجمهور ما يدري صالح وش. طيب هل صالح اجتماعي ولا لا؟ لو تسأل الشباب هنا في الفريق بيقولوا لك صالح أكثر شخص اجتماعي بيننا. صح. وأكثر شخص يشجع على المقاطع الجماعية. لكن أنا بالنسبة لي المقاطع الجماعية ما تفيدني للمعلومية. أنا أصور مقطع جماعي يأخذ ساعتين إعداد ساعتين تصوير ساعتين أجمع الشباب ما يجيب لي يمكن حتى يعني ولا 50% من المشاهدات اللي لو أصور مقطع وأنا جالس في سيت أب ومتربع وتاكي ونص ساعة سلام عليكم انتهينا هذا يجيب لي أكثر من المقطع اللي مع الشباب. ما ادري ايش الاشكاليه بالضبط. هل الناس متعوده انها تشوفني انا فقط ولا لان الافكار ما كانت مناسبه؟ لكن من ناحيه انا اجتماعي ولا ما انا اجتماعي بالعكس انا اجتماعي جدا جدا جدا. انا اشوفك اجتماعي صدق لكن انا اتكلم بلسان الناس. في بعض الناس يقول انه مو اجتماعي. اللي يتابع قناتك وانت قناتك مو اغلب شيء محاكي وعلى البي سي ممكن ما يطلعون معك ناس كثير. ممكن لانه طول الوقت اصور لحالي نادرا ما اصور مقاطع اجتماعيه. انا من الناس مثال انا احب اوبلز ما اتابع رايد وفلان وفلان اتابع قناه اوبلز. هل تطلع مقاطع جماعية كثير قناتك؟ لا. عشان كذا انا ببين لهم هذا احد الاسباب ترى. ممتاز برضو هذا. طيب بما انك انت تتكلم عن المقاطع الجماعية وانه يعني ما تهم وبتنزل يقولون انك مصور ثلاث مقاطع جماعية بعيدا عن الجيمنج. انا اتمنى هذه ما تضاف. تضاف والله. والله بتضاف. في ثلاث مقاطع لا 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 المقاطع مصورة بس انا يمكن ما انزلها. يقولون من اقوى المقاطع من اقوى الافكار. رايد والله العظيم يمكن ما تنزل. تنزل تكلم لازم تنزل. المقاطع هذه خسرنا عليها مبالغ وضيعنا عليها ساعات عمل والمصورين كانوا تعبانين هم موجودين معنا الشباب اللي جمعناهم كانوا تعبانين هم. صح. بس احتمال ما تنزل. ليش؟ لان المقاطع الاخيره الجماعيه اللي انا اصورها ما تجيب الدعم اللي انا احتاجه. طيب خليني بقول لك شيء. انت تعرف انه المقاطع الجماعيه ومقاطع الجيمنج كلها لها جمهور مثل ما عندك جمهور الجيم ترى في معجبين مره بالمقاطع الجماعيه. أكيد. يعني شوف جيمنج ما يتابع جماعيه على طول يتابع يحب الكاميرا تتحرك يحب. انا في قناتي المقطع اللي انا نزل الحالي الفتره اللي اخذناها 3-4-5 ساعات وحنا نصور مقاطع جماعيه المفروض اني اصور فيها 4-5 مقاطع وانا في بيتي واجيب مشاهدات اضعاف المقاطع الجماعيه هذه. فعشان كذا هذا احتمال كبير انها ما تنزل واتمنى انها ما تنزل اللقطه دي. بتنزل اللقطه دي وراح تنزل مقاطعك باذن الله والجمهور راح يترقب باذن الله. خلص السؤال الاول ندخل بالسؤال الثاني. طيب صالح الف مبروك الزواج. اسال الله يعني الله يبارك بحياتكم يجعل حياتكم سعيده باذن الله. امين. لكن بس ماني مرتاح للي بيجي بعد. اي لا لا ان شاء الله كل خير. صالح ما علمت الجمهور انك تزوجت. ما عندي مشكله اقدر امشي. لا 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 ما تمشي توقف الان. أبغى انسحب انا. لا لا توقف الان. شوف رايد انت قاعد تخش في العميق. لا لا لا, لا. انا ما افضل الاسئله هذه ابدا. صادق صح. انت ما علمت الجمهور انك تتزوج وكتبت بجروب فالكونز يا جماعه اللي بيجي لا يصور يوم الجمهور درى اعلنت انت. ليش؟ بدل سولف اسمع
أنا عندي قاعدة. أنا كصانع محتوى حياتي الخاصة مختلفة تماماً عن صناعة المحتوى. الحياة الخاصة ما هي محتوى، والمحتوى ما هو بحياة خاصة. صح. أنت كمتابع لي وش يهمك إذا دريت أنا متزوج ولا ما هي متزوج؟ هل بتفرق معك؟ هل بتحط لي لايك ولا ديسلايك؟ بيفرق بيأثر على شيء هذا؟ لا، إذا مستواي نفسه زي ما هو، أنت وش خصك كمتابع؟ صح. هذا أنا قاعدتي الوحيدة. الحياة الخاصة معزولة تماماً 100%. بالنسبة لأعضاء فالكونز اللي ما قلت لهم يصورون، أعضاء فالكونز تأثيرهم عالي جداً. لو واحد من الشباب صور وهو حاضر للزواج حقي، المقطع بينتشر. لكن بيجيك السؤال الحين إنه طيب أنت كان خاص بعدين أعلنت، وش استفدنا؟ الإعلان صار بعد ما انتشرت المقاطع. الناس قامت تنزل، الناس قامت تسأل، الناس قامت تطلع إشاعات. الإشاعات هذه بتضرني مستقبل، فعشان كذا أنا قلت أصلح منها، أعطي الناس خبر حقيقي قبل ما تطلع إشاعات أخرى. أحسن. وهذا اللي صار. أقنعتني الله يوفقك. أنا أقول أتمنى توقف الله يرضيك. أنا وقفت. إن شاء الله الأشياء الثانية أكبر وأقوى من كذا إن شاء الله بالجزء الثاني. الله يسلمك. ولكن صالح الله يعطيك العافية ما قصرت. أقنعتني مرة. بإذن الله راح نترقب مقاطعك وكلمة للجمهور. دام الأسئلة هذه جت من رائد، فأنا متأكد أن بعض الجمهور برضو يتساءل بالأشياء هذه. أتمنى أن الأجوبة هذه كانت مفيدة لكم. الحياة الخاصة مستقلة تماماً عن حياة صناعة المحتوى. هذه الرسالة الوحيدة اللي وجهها. يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكراً صالح. جيبوا اللي بعده يا شباب. حياك الله بالجوهرة. الله يحييك. كيف حالك؟ طيب إن شاء الله. خير يا مال خير يا ولد، شو الوضع؟ الوضع كله خير إن شاء الله. طيب لما تتضح لي إن أبو الجوهرة أشياء ما يعرفون أخوياك، وأشياء ممكن ما يعرفون الجمهور، لكن اليوم راح توضح لهم إن شاء الله. خير خير إن شاء الله. طيب أبو الجوهرة، صار لك أكثر من سنة جالس تبني بيت. أيوة أبو الجوهرة سنة. أنا ما تكلمت أقسم برب الكعبة، ما قلت فور مكان. يا سلام عليك، هنا بتتكلم وما في كت. صار لك تبني بيت أكثر من سنة. طيب ودي أعرف أنا والجمهور كم سعر هذا البيت؟ لازم تتكلم. لا مو بلازم تتكلم، مالك حق يا أخوي. مالي حق؟ لا. تعطيهم giveaway، هذا أول شيء. إذا ما جاوبت giveaway المتابعين على حسب اللي أبي أنا، 2000 دولار، 1500 دولار، دامك أنت جيت هنا وجلست. طيب يا مسلم اسمع. انسحبت؟ اسمع دقيقة. طيب أقسم بالله إني ما قد قلت لا في السناب ولا في يوتيوب إني قاعد أبني. طيب أدري. الناس تعرف إني أتنقل من أجار لأجار، فليش تيجي أنت تتكلم؟ جلست أبني أنت بيت أكثر من سنة. كم سعره؟ كم سعره؟ قول يا أبو عادي ترى، والله عادي طبيعي. لو أبني بيت بعلم الناس، ترى أنا بنيت بيت بالسعر هذا. كم؟ سعره بالضبط؟ إيه سعره تقريبا. هو بنا يعني ما هو بشيء جاهز. إيه كم؟ مليون و400 تقريبا. مليون و400. بعد الخير ابو الجوهرة جالس يكتب علي ويكتب عليكم السعر. لا والله ما تقول. كم يا ابن حلال اسمع. طيب قبل كل شيء والله وبالله وتالله اني ما عندي قيمة البيت الان. حلو. لا 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 مو بس هنا، في بيت ثاني. في بيت ثاني انت تدفع ايجارة، تدفع الكهرب والماء. ما ادري اذا تحسبني انا ما ادري. يلا ممكن تسالف وضح لنا يا اخوي. اقسم برب الكعبه ما قلت لاحد، والله ما قلت لاحد. ايش دراك انت كم السعر؟ السعر كم؟ والبيت الثاني هذا بنرجع له. البيت الثاني يعني الله يكتب الاجر. الناس محتاجه. الله يجزاك. لكن يمكن يكون سبب اني اقدر انا ابني بيتي. بيتي الان والله ما عندي قيمته، والسعر والله ما بيقول. طيب اتصل رقم ثاني غير المليون و500. ها؟ غير المليون و400 كم تقريبا؟ المشكلة انه يزيد ما لها مانع. ما ما شاء الله ما شاء الله. ما اقدر اقول والله. في ناس هنا مكتوب اللي يقول 8 مليون، اللي يقول 7 مليون. والله ما يوصلها والله ما يوصلها والله نبني قصر. طيب السؤال الثاني. الحين انا طلعت من السؤال عادي. طلع من السؤال هذا بس احس ما جاوب. اوه انت ما جاوبت. اعطهم 10 دولار بسرعه. حط لهم 10 دولار الان باصبعك. امريكي ولا سعودي؟ سعودي. سعودي ثاني. بس يا ابن حلال. سعودي ثالث. طب كم ذي؟ عقاب 10 دولار كل استر. طيب 10 يستاهلون. واحد امريكي. برضه واحد ثاني امريكي. اعطهم يستاهلون الجمهور. خلصت اعطيتهم استنست؟ الحمد
طيب في مشروع ضخم جدا على مستوى المملكة، في مشروع ضخم جدا على مستوى المملكة العربية السعودية ما حد يدري عنه، لا أخويانا لا القريبين لا أبو عبير لا مساعد ما حد يدري عنه. حلوين وانتشر عليه صار لك أكثر من 3 شهور. المشكلة مو هنا يا أبو جهر، المشكلة ممكن تموقع معهم عقد في صور. ممكن تكلمني عن الشركة هذه بسرعة يا اخوي؟ وش المشروع؟ دقيقة تكفى المشروع. لا والله العظيم ما بكت. طيب اسمعني، طيب يا اخي انا ما تكلمت لا عن البيت ولا عن المشروع. ليه ما اعلنت؟ وش هو المشروع هذا اصلا؟ طيب وش المشروع؟ لا والله ما اقول. ما تبي تقول؟ ما انتهيت ما خلص ما ابي اقول. يمكن اقول وما يصير، ليش اقول؟ بعدين انت شدريك؟ انت توقعتك بتقول ولا لا؟ اقول اذا قلت. انت شلون عرفت؟ شلون عرفت؟ مصادري الخاصة يا أبو جهر. يا أخي والله وبالله إني لا أعلن لا سناب ولا تويتر، نفس البيت كل المعلومات دي أنت شلون جبتها؟ ما راح أتكلم؟ لا والله ما. طب اسمع، تستثمر معي؟ أنا قاعد أدور مستثمرين. تستثمر تكلمت حتدفع؟ ندور مستثمرين. ما أقدر أتكلم والله، حقة الأغنية هذه أنا ماني فيها، أنا فقير فقير إلى الله عز وجل والله. يعني ما راح تجاوب؟ لا والله ما اقدر ابدا ابدا مستحيل. ها طم واحده باصبعك كذا زين، اذا ربي يسر وتم الموضوع الله يسر امرك ان شاء الله. طيب واسال الله ان يكتب اجرك واسال الله ان يرزقك. لكن اعطهم دولار بسرعه. طيب حط 10 سعودي واحد ثاني. كم وصلنا؟ ما ندري بس حط واحد ثاني. واحد امريكي واحد وشو غير ذول؟ خلاص يا ابن حلال يا هو، واحد سؤالين الله تدفعها والله. سؤالين ولا واحد جاوبت منها؟ غموض. بس اني يعني بررت. اي بررت. تحسب تحسب لك والله، الله يكتب اجرك والله ما قصرت. بس اني يعني المفروض انه ما الله يرزقك ان شاء الله، وانه يجعل البيت هذا مبارك ويعطيك خير ويكفيك شره. ورب الكعبه انك وترت. يلا ما عليه ابو الجاره، يعطيك العافيه وما قصرت. المتابعين تراك انت اعطيتهم يعني، انت قسمت شوارب. الله يجزاك خير. ما قصرت. شكرا لك. الله يعطيك العافيه رايد حبيبي. طيب اللي بعده سعودي واحد. يلا تستاهل. 50 هنا يستاهلون. 50 هذه اخيره. يلا يستاهلون 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 يا جماعه الخير. شوف واحد ثاني يعني. محمد المكسيكي حياك الله، كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. معك المحقق رائد. التصوير ما في اي كت، مثل لايف. بتنسحب من سؤال الجمهور كله بيشوف، ما راح اجاوب عن سؤال، راح تدفع للجمهور ويستاهلون برضو كل خير. خليك صريح معي. طيب محمد المكسيكي، في ناس كثير يقول انت ابن خالة بندريتا، واللي يقول ولد عمة بندريتا، واللي يقول اخو بندريتا. محمد انت جيزاني؟ لا. وهذه لا شوف، الناس دائما تاخذ مني فكرة انه جيزاني وكذا، عشان انا ولدت في جيزان وترعرعت فيها وصاحب بندر من ايام توسطة وبراء. بس الحقيقة انه انا شهري، اسمي محمد الشهري يعني. يعني من الجنوب؟ من الجنوب، من تهامة. ونعم. طيب السؤال الثاني يا مكسيكي، ودي أتكلم شوي عن ماضيك اللي ما يعرف الجمهور، الماضي اللي قبل لا تتعرف على الكاميرا، قبل لا تصير يعني يوتيوبر. ماضي أشوفه يعني في من الزحف كثير. طيب من وين أبدأ؟ تتكلم عن ماضيك؟ أفضل أتكلم. تفضل. طيب أنا ماضية كله كان الحمد لله يعني الآن خلاص تبت. الحمد لله. إنه كنت أفحط، وكان كنت معي كرصيدة أفحط فيها كثير، وبرضو في مرة من المرات فحطت في بندر لين أغمى عليه. بندر يوم كندب. الله يضحكني صراحة، ما ودي أهدر لك حبيبي. كنت تحب تفعيد تشغل غاني. إيه بس الحمد لله يعني ربي هداني. هذا الشيء كنت أسويه في أيام متوسطة يعني. أيام مراهقة صدق. أيام المراهقة. هذا الشيء يعتبر غلط. هو غلط، وأنا الحمد لله أني وقفت هذا الشيء ولا أنصح فيه أبدا. أبدا أشوفه شيء يعني، ولا أشوفه شيء يشرف حتى أكون صريح يعني. صح. إيه. صح. ضحكتني اليوم، تدري أنك أنت الوحيد اللي ضحكتني؟ الله يسعدك. يعطيك العافية محمد، ما قصرت. الله يعافيك. كلمة للجمهور.
الجمهور. قول ما في جعبتك قول. طبعا اول شيء حاب اشكر استضافه رايد هنا المحقق رايد وشكرا على المتابعه وبس استر ما واجهتكم. يعطيكم العافيه يا جماعه الخير، انا اقول لكم وداعا بل الى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج محقق رائد الجزء الثالث، ترقبوا قريبا راح ينزل لكم. لا تنسوا تدعمونا من اللايك والاشتراك. نراكم على خير، مع السلامه.